أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن طيران الجيش تمكن من تدمير 3 دراجات نارية وأربع مضافات ونفق ومقطورة ماء ومولدي ديزل لتنظيم داعش، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين. كما عثرت قوة مشتركة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومفارز الأمن الوطني على 69 صاعق قنابر هاون ونصف كيلو بارود وأجهزة موبايل ومواد أخرى تستخدم للتفجير عن بعد أثناء عملية تفتيش وتطهير منطقة بشكان ضمن قاطع عملية سامراء.